المقبور الحسن الثاني كان داهية وكان يعرف مستوى ذكاء شعبه، ولذلك كان تعامل معهم كالقطيع، كان يعرف ذكاءهم وكان يعرف كيف يتحكم فيهم، وكان يطوعهم لما طوعوا بالكلام المعسول، كان يطوعوا بالحبس وبالقمع وبالاختطافات، ولذلك شعبه الجائع أنذاك ولازال لجاء للصحراء الغربية مستوطنا. بمجرد أن سمع كلام أو خطاب المقبور الحسن الثاني، هذا الخطاب الذي نسمعه سوية، انخرط، ولكن انخرط مرغما عنه، لأنه ليس شعبا مثقفا وليس شعبا واعيا، حتى يقول للحسن الثاني في وجهه إننا لن نشارك معك في احتلال أرض، هذه الأرض لا نعرفها ولا علاقة لنا بها، ولا يوجد فيها إخواننا ولا أهلنا كما تدعي، وهذه ليست أرضنا ولم نعرفها أبدا في السابق، وبالتالي فإننا لن نشارك معك الاحتلال. هذا هو الخطاب اللي كان خاص يسمع المقبور الحسن الثاني من شعبه إذا كان الشعب المغربي واعي، ولكن لا تطلب الوعي من القطيع، فالقطيع يساق، يكفي فقط أن يتوفر الراعي على آليات قيادة القطيع. نسمع الحسن المقبور الحسن الثاني ماذا قال. بقى شبيل عزيزي إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شبيل عزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام، لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء فتسلح. إذن بعبارات قليلة جدا يمكنك أن تسير الملايين من القطيع وأن تحتل بهم أرضا، هذا لا يوجد في الجزائر ولا يوجد في موريتانيا ولا يوجد في السنغال ولا يوجد في تشاد ولا يوجد في مالي ولا يوجد حتى في الصحراء الغربية ولا يوجد حتى في 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 أي بلد متخلف في العالم. أن تخطب بكلمات قليلة جدا، كان خطاب إعلان ما يسمى بالمسيرة الخضراء في حوالي 37 دقيقة، ب 37 دقيقة يمكن أن تقود شعبا كاملا نحو فكرة وهمية، أن تقوده إلى أن يستعمر أرضا، بعد أن تعد أنت كل شيء، تحكم محكمة لاهاي ضدك وتقول أنه ليست لديك أي روابط قانونية مع أرض الصحراء الغربية، سطر على الروابط القانونية، وموريتانيا يقال لها كذلك من طرف نفس المحكمة في حكمها الاستشاري ليست هناك أي روابط قانونية بينك وبين الصحراء الغربية. فيأتي المقبور الحسن الثاني ويدبج خطابه ويكتب خطابا معسولا مليئا بالوطنية المزيفة، ويخطب في الشعب الكليخي ويأمره ويعني يخاطبه أو يقترح عليه ولكن بصيغة الأمر، ويطلب منه أن يذهب غدا لتحرير أرض، هذه الأرض فجأة أصبحت مغربية، فجأة أصبحت هذه الأرض مغربية، وأصبح الشعب الصحراوي إخوة للشعب المغربي. يا سبحان الله، ما اكتشف على أنها أرض مغربية مدة 92 سنة، ما اكتشف أن الشعب الموجود فيها هو شعب مغربي مدة 92 سنة، ما اكتشفت هذه الروابط الاجتماعية المفترضة بين هذين الشعبين إلا فجأة في خطاب من 37 دقيقة، يعني حرك القطيع في اتجاه الصحراء الغربية، والوسيلة كانت كما تعلمون هو الكاميون، يعني أركب في الكاميون بدون سلاح، ما تتدرب على السلاح، ما تحمل سلاح، ما تعرف هذه الأرض، لا تعرف طريقة حتى الطريق المؤدية لها ما تعرفها، وتركب في الكاميون وتحرر أرض بدون أن تواجه مستعمرا قضى 92 سنة. هذا لا ينطلي على يعني أغبى واحد في العالم.
لا ينطلي ذلك على 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 أغبى واحد في العالم. أغبى واحد تحكي له هذه القصة يبقى يضحك، يقول لك كيف هذا الشعب صدق على أن هناك أرضا تعود له محتلة بعد 92 سنة، وأن هناك إخوة له هناك ويجب أن يحررهم، وكيف سيحررهم؟ يحررهم بالكميون وبالساندويش وبالقرآن. يا سلام يا سلام. وانطلى هذا الأمر على الشعب الكليخي، وصدق الشعب الكليخي وركب في الكاميونات وذهب إلى هذه الأرض ولم يدخل هذه الأرض. حتى المهمة التي يقول مقبور حسن الثاني في خطابه على أنها مهمة هاي 350 ألف مغربي من الجياع، لا، هذه ليست، لم ينفذ حتى المهمة. هذا الشعب لم ينفذ هذه المهمة. هذا الشعب جاء إلى الطاح وقضى أياما هناك، وبعد ذلك أعيد إلى بلده أو المكان الذي جاء منه دون أن يدخل هذه الأرض، وفجأة تحررت هذه الأرض بفضله هو. تحررت هذه الأرض بفضله هو، بفضل عدم دخوله إلى هذه الأرض، وتحررت سلميا. يا سبحان الله يا سبحان الله. وما زلتم إلى يومنا هذا تعتقدون وتؤمنون بخرافة إن قالها المسيرة الخضراء. لا زلتم إلى يومنا هذا تؤمنون بأن المقبور الحسن الثاني كان يعلم بأن هذه الأرض أرضه وأرض المغاربة، وأنه فجأة ذهب ليحررها، داش بدون سلاح.